الوقفة اللي فاتت في وزارة العدل. الكلام ده تم هنا في مجلس الوزراء مستشار محمد شمس. بعتنا وزارة العدل مستشار هناك جاب مشاريع مساهمة في المشروع كله اللي هو أصحاب الشركات وأصحاب الإعلانات والضرائب والتأمينات. حضرتك والراجل سأل العربية دي جمارجها إيه؟ قال له زيرو جمارج. زيرو جمارج. الراجل في نهاية المطاف قال إن الناس دي ليها حقوق ولازم القرارات دي تتفعل من مجلس الوزراء، وإدي أنا جواب بالكلام ده. أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ احنا دلوقتي حضرتك في ناس عربياتها مسروقه وما خدتهاش. في ناس بتعرض لحالات ضغط هلاك. اخبار حضرتك في ناس متعثره في اقساط. يعني انتوا عايزين تسقطوا الاقساط اللي عليكم دي؟ نسقط يعني اصلا حاجه حضرتك ان هو سوينا للفلاحين. الفلاح خد فلوس من البنك وما سدهاش، احنا ما خدناش فلوس من البنك. احنا ضحك علينا وتاخد عربياتنا اجباري. اجباري. واخبار حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه في يعني انا واعمل ناس تعرضت للحوادث، ادي حادثه اهي حضرتك. حادثه ثانيه اهي، ده تثبيت عربيه. ده تثبيت عشان تاخد مننا عربيه. يعني طب انا اعمل ايه لما اكون بسد في فلوس لغايه النهارده اقساط امانه عشان اعالج نفسي وعليها اقساط؟ طب انت ما ترحمني. ودكتور محمد مرسي ما هو طلع واتكلم على الكلام ده وقال لك وعندما ده والله منصب رئاسي جمهوريه تسقيط بيه الفلاحين بالكامل والتاكس الابيض، لان التاكس الابيض بيه عيوب فنيه وصناعيه ولا تصلح تعمل في هذا البلد وتعمل التاكسي حي 25000 جنيه. هو اتكلم الكلام ده قبل الانتخابات ولا هو كان الكلام ده عايز؟ يعني انتوا عايزين تسكتوا الهدف اساسا كنت تسكتوا الاقساط اللي الاقساط متاخره على الناس. احنا اصعب ناس لان احنا مثلا عربيه البيجو، العربيه البيجو اعلى قسط واعلى قطع غيار، اغلى قطع غيار، والمفترض ان هي تبقى معمره مش معمره العربيه دي. فاحنا الشركه خدعتنا، وزاره الماليه خدعتنا. احنا بنطالب الرئيس المحترم ان احنا ان هو يوفي بوعده اللي قاله ايام الحمله الانتخابيه. قال ان هو هيرفع الظلم اول ما يتولى، واحنا بنثق في كلامه وبنحترم كلامه وان شاء الله يوفي بالكلام ده. لان احنا لما تكون العربيه بتدفع لها اغلى قسط وتكون قطع غيارها غاليه، انا علشان اوفي دوت واوفي دوت وقطع غيارها غاليه ومش معمره بتصرف مصاريف كتير جدا. هدخل بيت ازاي؟ هصرف ازاي؟ هدفع القسط ازاي؟ هرخص ازاي؟ كل ديت مشاكل احنا بنعاني منها. بس هو ده اللي احنا بنطالبه. اللي انتوا بتطالبوا اسقاط الديون اللي عليكم او اسقاط الاقساط؟ اللي نعرفه ان الرقابه الصناعيه ووزاره العدل حددوا قيمه العربيه وقالوا ان العربيه دي قيمتها اللي محسوبه علينا اغلى من اللي هم محاسبين عليها الدوله. طيب الفلوس اللي هي الفرق بين هنا وبين هنا راحت فين؟ كل اللي احنا بنطالبه ان العربيه بقيمتها الحقيقيه نحاسب عليها. احنا ما بنطالبش ان احنا ماضيين على الكلام دوت وعايزين ندفع الاقساط. بس احنا في ظل الظروف والاعتصامات والحاجات اللي بتحصل دي احنا نشتغل ازاي؟ ما هو برضو ده بيأثر علينا وعلى شغلنا. لما ما نقدرش نشتغل هندفع هنوفي التزاماتنا مين؟ طبعا الواحد بيشوف اولوياته اللي في الاول. اولويات ان انا اصرف على بيتي وعلى اسرتي. حتى لو همشي من غير رخصه. انا فعلا ماشي من غير رخصه، ما دفعتش اقساط بقالي 12 شهر ما دفعتش اقساط، مش قادرين ندفع. هنعمل ايه؟ يعني لا اما ندخل بيتنا بقى الفلوس لا اما ندفع الاقساط. المفترض الدوله تساعدنا وتقف جنبنا وتشوف المشاكل بتاعتنا ايه ويحاولوا يحلها لنا، لان احنا جزء من الوطن ده. عايز يحدث التاكسي الابيض وعايز يقول لك تبقى واجهه مصر حضاريه. ماشي، خدت مني عربيه صالحه ما كانت شغاله، ما تاخدش مني عربيه بجو 88000 جنيه لوي دراع وتحسبها لي ب 5000 جنيه وتديني عربيه خربانه من وزاره يعني الرقابه الصناعيه اقرت ان فيها 23 عيب. يعني لما انا قاعد في القانون الجديد مثلا ادفع لي بس بدفع لي 700 جنيه ايجار ومعايا خمس اولاد ما بين جامعه وثانوي واعدادي. ايوه هدفع الايجار ولا هاكل العيال ولا هصرف عليهم؟ وبعدين فين وعد الدكتور محمد مرسي اللي اثناء الانتخابات زي ما الفريق احمد شفيق قال التاكسي الابيض هو كمان فتح صدره وقال لك التاكسي الابيض مظلوم على قناه الحياه ومسجلين له سيديهات بكده وبعتناه للنائب العام عم جيد محمود اللي هو اتشاله وقال التاكسي ده ليه حقوق وضاحكين عليهم والعربيات مغاليه فيهم. جينا لهم 25/9 عملنا وقفه حولونا على المستشار احمد مكي وزير العدل شكلوا لنا لجنه من جميع الجهات المساهمه في المشروع اقرت وزاره العدل ان احنا اصحاب حق وردوا على رئاسه الوزراء الناس دي لهم حقوق يدوها لهم مش راضيين يدوها لنا في شارع